السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. وخصنا احنا مستعدين نجاوبكم، ومستعدين على انه ننميو المعلومات ديالكم، ليس فقط نعلمكم تشوفوا الاصول والقواعد، ما تبقاش تهتموا فقط بالفروع والمجمل. اذا فالناس اللي عندهم الشاب عنده 21 سنه تعاني من النحافه، وطويل عنده 1.80 متر، وعنده 20 كيلو ناقصه، اذا عنده 60 كيلو. الغريب في الامر انه ما عرفناش تغذيته ما هي. والتجربه اللي عندنا مثلا في الوليدات، وليد عنده 8 سنين وعنده العظيمات ديال واحد عنده سنتين، عنده هو 8 سنين والعظيمات ديالو ديال سنتين، وتبع معنا 3 شهور استطعنا نعالج المشكل ديال نمو العظام. دابا في 3 شهور استطاع العظيمات ينتقلوا من ديال سنتين الى 6 سنوات، بدليل الطريقه باش تنشغلوا بنائيا، تنبنيو الجسم، لا العظام لا البنيه ولا حتى القدرات الفكريه والعقليه والجسميه. شفنا على انه هاد الناس هادو اللي تياخذوا زراد كتان 100 غرام وجنجلان 100 غرام و50 غرام نافع، حبوب تيقرملهم تيطحنوهم تيستعملوا في 3 ايام مع التمر، تيطحنوا تيخلطوا مع زيت العود والعسل، يعملوا بهم التمر او الشريحه ويزيدوهم مع الزبيب، تياكلوهم 250 غرام كل 3 ايام، ديما مع الماكله او بعد الاكل ماشي مشكل. هادو لاحظنا انه بحال شباب طلبة مهندسين في باريس، خداو هذه الوصفة وزادت لهم في الوزن وزادت لهم حتى في القدرات الفكرية والذهنية. بالطبع كان عندهم امتحانات والحمد لله اجتهدوا اجتهاد كبير. هذه واحد. ثانيا المجموعة الثانية هو أنه لاحظنا أنه كاس كبير ديال الماء مغلي تنديروا فيه معلقة العسل وحبوب اللقاح أو طلع الناخي نص معلقة صغيرة، وتنستعملوهم 5 إلى 9 مرات في اليوم. تصوروا أنه القدرة ديال هذا الماء والعسل مع طلع النخيل او حبوب اللقاح ملي تناخذوهم دغيا تيدوزوا للجسم مباشره. اذا كاين هذه الفائده ديال 100%. تصوروا تاخذوا واحد الماده اللي الجسم تيستافد منها 100%، خذها مثلا 5 إلى 6 مرات حتى 9 مرات في النهار، الجسم تيبني البناء ما كاينش ضياع. وهذه 100% اللي هذه تنحاولوا نركزوا عليها، حنا لقينا راسنا على انه الجسم ما عندوش الوقت للضياع، حتى لو كان مصرن عيانين والمعده عيانه والجسم ما مستعدش انه يدوز هذه المواد، ان اسيميلاسيون استفاده بطريقه ميسره ممكنه. اذا وتناخذهم ساعه قبل الاكل، ما تناخذوش مع الاكل، مع الاكل تتولي اكل مخلط في الوجبه ديال الاكل زائد هذا الماء والعسل وحبوب اللقاح. بالعكس قلنا على انه هذه خصها تتخذ ساعه قبل الاكل، وديما تتخذ وما تاخذش من الاكل مباشره او فوق الاكل مباشره. هنا تنحسوا الاستفاده ملي تنجيو ناكلوا الاكل من بعد ساعه، عصائر فواكه الطاجين ديال شي حاجه خفيفه اللي تهضم باش الجسم دغيا يستفد. تنفضلوا السمك يكون طاجين ابيض فيه الثومه معدنوس ومواد جيده، ما تكونش ذاك المقلي وذاك المعلبات اللي ثقيل في الهضم تياخذ ممكن 9 ساعات. تصوروا 9 ساعات باش تاخذ مواد سرطانيه والفائده اقل من 5%، بالعكس 90% ديال الزباله اللي غتبقى في جسمنا وهذا كله تيضرب الامعاء والمصارم. هنا تتلقى الناس عندهم لاكولوباتي الاعصاب في الامعاء، تتلقى الاعصاب في المعده، تتلقى الانسان معصب ماشي هو هذاك، لاسيميلاسيون ما كايناش. وخصنا نتعلموا ناكلوا استفاده من هذا الدرس ديال العصب، ما ناكلوش حنا مقلقين وحنا واقفين وحنا غير تنعديو بالماكله. اذا بالعكس ناكلوا بالطريقه اللي 100% فائده صفر بقايا، وندخلوا زرعه كتان جنجل ناكلوا مع التمرات، وتنلاحظوا انهم يتركزوا على العصائر واحد، وثم تركزوا ما طيبينش بالطبع ويكونوا طريين وفواكه خضر، ثم ناكلوا طويجنه ديال الحوت كالسي مهدنين مزيان. ان شاء الله اقل من 3 اشهر تقدروا نزيدوا بين 5 كيلو في الشهر، اذا ضربه في 3 هي 15 كيلو، وهكذا يمكننا نخرجوا من النحافه بطريقه ذكيه ميسره. عقلوا تنتكلموا على القواعد الاساس مزيان، وهذه كلها اساسيات اللي خصنا نحترموها. اما الناس اللي تيزربوا في الاكل غير تيزيدوا في العصب، وكثير الناس عياهم ياكلوا ما تيغلطوش محيط ما تيستافدوش، ومع العصب تيزيدوا في النحافه ومع العصب تيزيدوا في القلق، شيء كله غير صحي. الحمد لله على نعم الله الكثيره، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. لاحظنا انه الناس بدات يمشي للطبيعي، ولقينا دابا حاليا المعدنوس الناس تيقولوا انه احسن علاج للفشل الكلوي،
وبداو تيستعملوا في حريق البول في الحالات الاستعجاليه، وبصيله ولات الانتيبيوتيك لا في حريق البول لا في التعفنات لا في الحلقم لا في الحساسيه لا في لازم لا في كثير من الامراض المستعصيه من الامراض اللي عندها علاقه مع لي مالادي دو سيستيم المناعه الذاتيه. وهكذا لقينا على انه النوع من المشاكل الصحيه تعالج. غادي نكتشفوا واحد الخير كثير كاين، هو انه تيجي الناس اللي عندهم لا سكيزوفريني، تيجي عندي الناس اللي عندهم لا فوبي، تيجي عندي الناس اللي عندهم لا ديبرسيون، تيجي عندي الناس اللي عندهم مع الاسف لي مالادي بيبولير. ولقينا انه هاد الناس هادو تعيشوا واحد النوع من المشاكل، واحد النوع من المآسي، واحد الحياه اللي فيها التوتر وما فيهاش راحه البال. اش لقينا؟ لقينا مني تنستطيعوا اننا نحيدوا المهيجات ونحيدوا المشوشات ونحيدوا كل حاجه يمكن على ان نطردوا بها هذا النوع من 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 الضغوط على جسمنا فيزيولوجيا وجسمنا من ناحيه التغذيه، فالدوره ما تبقاش دوره دمويه نشطه، تيمكننا نتخلصوا من هذا النوع من المشاكل. تصوروا طبيبه اختصاصيه جراحات استطعت على انها تخلص من التوتر ومن لا ديبرسيون في اقل من 30 يوم، علاش؟ عطيتها اسلوب علاجي معين. اول شرط تنشرطوا في الحالات ديال هذا النوع من التوتر هو حيدوا المواد اللي تتبقى في الجسم تتهضم اكثر من 4 سوايع. شكون هي؟ المقليات تخسر 9 سوايع باش تهضم. شكون هي؟ عندك المواد اللي فيها اللحم الاحمر تيخصو 4 سوايع الفوق باش يطيب، اما لا قلينا ودخلنا في الزيوت وفي المروقات غادي خصنا اكثر من 4 5 سوايع باش يتهضم. وكذلك كل ما عنده علاقه مع الدجاج الرومي، كل ما عنده مع علاقه مع البيبي الرومي، كل ما عنده علاقه حتى الحوت الرومي اللي فيه كبر بالهرمونات، هادو تيخصهم اكثر من 4 سوايع باش يتهضموا. اذا لاحظنا انه تغذيتنا تيمكننا نختاروها بعيد عن المواد الحيوانيه. حقا ملي تيكون الانسان عنده فقر دم، عنده انهيار عصبي، عنده استيني الوهن، تنفضلوا نعطيو شويه ديال السمك، ويكون سمك فيه الشوك ويكون ابيض، وندخلوه في الفران، فران بعيد من الغازات، بعيد من الدخاخن، حيت الدخاخن فيه المونوكسيد ديال ديوكسيد دو كربون تيضروا بالامعاء ويقدروا يسبوا سرطانات كثر الى استعملناه. لقينا راسنا تنديروه فران ديال الضو، وتمكننا نشويو هاد المسائل في امان الله وحفظه. اش لقينا؟ لقينا على انه هاد النوع من المواد تتبقى وخصها طول في الهضم، وتيخصها وقت باش انها تدوز الامعاء، وخصها وقت في انها تدوز الدوره الدمويه باش نستافدوا منها، تيمكننا نتجنبوها الا السمك الابيض الطاجين او مشوي. هذا جانب. الجانب الثاني هو كاين مواد اللي صراحه كل ما خديناها ما طيباش تستافدوا منها في نص الساعه الاولى، بحال الخزو، بحال الفجل، الخضر الخضراء كلها، ثم الفواكه كلها تنعصروها 4 ساعه الاولى تنهضموا الماء، باقي المواد اللي هي بسيطه من انزيمات من هرمونات من سكريات من مواد مهمه جدا، تلقى راسنا ان تنهضموها في نص الساعه الاولى فتدوز الدوره الدمويه وتستافدوا منها فائده هائله جدا. لذا حسيتي انه مواد خضر فواكه ما طيباش 100% فائده صفر بقايا، ما كاينش لي ديشي في الجسم، بالعكس هذا النوع من الخضر فواكه ما طيبش حنا تنستعملوهم وتنلوحوا الزوائد لا سيلوليت، تنحيدوا الزوائد لي ميتولوغ، تنحيدوا الزوائد الوسخ والغازات اللي عندنا في الامعاء، تنحيدوا الزوائد كل المواد اللي تتبقى في المعده وتتخمرات وتعفنات تبداو تنطردوها. ولقينا راسنا على انه كل ما خدينا انزيمات في هذا النوع من المواد بحال في المعدنوس بحال في الخص بحال في الخزو بحال في الفجل بحال في الخرشوف بخصوص الخضار الخضراء، لقينا راسنا على انه تنطردوا الزوائد. اذا في نص ساعه تنستافدوا وتنطردوا الزوائد فتنخدموا جوج خدمات، تنقيه في القمه ديالها وتنخدموا تقويه الجسم في القمه ديالها، وهكذا تنغذيو جسمنا مواد صحيه جيده. تصوروا دابا بحث جديد كلفنا ناس البارحه انهم يوجدوا لنا من 4 اسابيع يوجدوا لنا فوائد الماء
وكل ما كان مغلي شنو الفوائد ديالو على الجسم؟ لقينا الماء تاع الروبيني كل ما غليناه 100 درجة وصفيناه لقينا القدرات ديالو في طرد كثير من السموم داخل الجسم وطرد القلق والتوتر قيمة عالية جدا. إذا اللي عنده القلق والتوتر ياخذ الماء المغلى كاس حتى لجوج مثلا مع 10 الصباح يكون فطر بواحد الساعة ونص ساعتين وقبل الغداء بكاس كبير بواحد ربع ساعة ومع العصر وقبل المغرب وقبل العشاء ومن يجي ينعس عندنا تقريبا جوج إترونس وثلاثة. الناس كلهم اللي عندهم التوتر تيمكننا نتغلبوا على التوتر بهذا الأسلوب لأن الماء الروبيني من جهة أو الماء المعدني يكون أفضل أجود ماء معدني. كل ما تنغليوه القدرة ديال لونتي أوكسيدان القدرة على طرد شيخوخة الماء ولي غادي كوليبر ثم تنشيط جسمنا وطرد السموم اللي فيه واخا لي غادي كوليبر لقينا راسنا على أنه يمكننا نحققوا بواحد الشكل هائل الماء المغلى. وكل ما خدينا المعدنوس والخضار الخضراء خص خرشوف مثلا وكل ما خدينا الخضار بحال القرعه فهم لي بيتا كاروتين وخدينا مطيشه وخدينا خزو وخدينا القرعه الخضراء كل ما هادو فيهم دي زونتي اوكسيدون هائلين مزيان وهادو لقينا راسنا على انه تيمكننا نحولوا كثير من القلق والتوتر اللي عندنا في الجسم هائل بالاضافه الى تنقيه القنوات الدمويه واضافه الى تدفق الدم في القنوات الدمويه وتوصل الدماغ وتوصل لا ميسكولاسيون ديالنا وتوصل لكل خلايا الجسم تربحوا راحه كبيره وهذا ضامن كل ما الجسم ديالنا تيستفد القنوات الدمويه والخلايا تتغذى الخلايا تتروح الوسخ اللي فيها. شوف الفوائد المتميزه اللي عندنا في الخضار الخضراء الطبيعيه وهكذا لقينا راسنا على اننا تنطردوا التوتر بواحد الشكل خارق. اذا بين تغذيه سيئه تتهضم في قل من في اكثر من 7 سوايع وبين تغذيه جيده تتهضم في قل من نص ساعه تنصحوا الناس يمشوا للخضار الخضراء والفواكه. وكل ما دخلنا لسعات النحل تنقرصوا في جنبات الاذن وفوق الراس والعمود الفقري 7 إلى 9 نحلات يوميا لمده 3 أشهر متتابعه نقدر نرتاحوا نهار الحد ما كاينش مشكل. وكل ما دخلنا الحجامه مع حجامه بالنوعين ديالها حجامه دمويه تخدموا على العمود الفقري كأس 7 إلى 9 مزيان يكون واحد متخصص باش يدير لك تحاليل على الفقر الدم يشوف لي بلاكيت الا كاينين نازلين عندكم ديروا العمل الحجامه ولي بلاكيت نازلين ونشوفوا قدرة الإنسان على التحمل نشوفوا الفيروسات واش كاينين بحال الهيباتيت تمنعوا الناس يديروا الحجامة أو السيدة تمنعهم يديروا الحجامة كذلك حالات الكبد فالتحاليل الكبد هذو كلهم تعطينا فرصة باش الحجامة تتم بشكل صحيح وباش الحصاد يكون متميز وعلمي ومبني على أساس. وهكذا القراءة على أن الحجامة الدموية عندها قواعد الحجامة الجافة هما لي مساج على العمود الفقري من التحت حتى الفوق لمن من تحت الفوق ليسر من تحت الفوق مع الخدمه على العمود الفقري والكتفين خدمه على الامعاء دي مومون سيركولا حول لو كوردون بيليكال هادو عطاو نتائج هائله جدا. انتم لاحظتوا كثير من الدورات التكوينيه احنا مستعدين نعطيوها لكم في هذا الاتجاه حتى توعوا الحجامه الجافه وتوعوا الحجامه الدمويه وتناخذوا في حالات الاستعجال والتوتر تتعالج لاسكيزوفريني لوتيزم كثير من الحالات ديال الحالات ديال الفوبيا الحالات ديال الديبرسيون الحالات ديال القلق ما تعرفوش منين جاي يمكننا نضبطوه. وهكذا القاعده عندنا وغادي تلاحظوها كل ما مشينا للخضار الخضر وفواكه 100% بقايا صفر 100% فوائد صفر بقايا وخدمنا على العصائر ما طيباش وخدينا لساعات نحل الحجامه تيمكننا نعاودوا ننشطوا الجهاز العصبي. اذا لا ريفيتاليزاسيون ديال لو نورولوجيك فالجهاز العصبي تيعاود يبني من جديد وجديد. حنا ضد ليغيفيرسيبيليتي ما كايناش ايغيفيرسيبيليتي كان الا تكمش الدماغ ولا الجهاز العصبي كلا العصا تنعاودوا نبنيو من جديد. نجحنا في لاسكيروز اون بلاك في لاسكيروز لاتيرال اميوتروفيك نجحنا في ليزاتروفي سيريبرال نجحنا في كثير من الحالات ديال الاكتئاب وديال لا ديبرسيون.